حياكم الله مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي، والذي تعده دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة. وأكيد تفاصيل كثيرة راح نشاهدها بحلقتنا لهذا اليوم وأبرز النشاطات التي تقوم بها وزارة البيئة. والبداية من العناوين: انعقاد اجتماع اللجنة المكلفة بإطلاق البرنامج التوعوي عن التشجير. البيئة تقيم المؤتمر العلمي التاسع للأكاديمية الأمريكية للتعليم العالي والتدريب. وأيضا سنشاهد في هذه الحلقة الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. طموحنا أن يكون العراق سلة الشرق الأوسط للغذاء بعد تطوير القطاع الزراعي والإروائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبمساهمة فاعلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. المشاكل والتهديدات للبيئة العراقية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية في العالم، شحة المياه وموجات الجفاف، العواصف الترابية وتصحر الأراضي، ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، تدهور اقتصادي وازدياد حالة الفقر والبطالة، تأثيرات ملحوظة على بيئة وصحة المواطن. تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية بسبب قرون من مخرجات التلوث الناجمة عن الثورة الصناعية في العالم، فهي قضية تتطلب تعاوناً دولياً للتحرك نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. وتعمل الحكومة على أن يستفيد العراق من تنفيذ مشاريع آنية ومستقبلية تسهم في تحسين الاقتصاد الأخضر. طبعاً اعتماد النهج التشاركي في موضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، هذا ما تناوله اجتماع لجنة إطلاق البرنامج التوعوي عن التشجير. وأيضاً هناك تفاصيل كثيرة راح نشاهدها في التقرير الآتي. وضع خطط وبرامج عمل تؤثر إيجاباً على واقع التغيرات المناخية في العراق، هذا ما جاء خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإطلاق البرنامج التوعوي والتثقيفي عن أهمية التشجير والتركيز فيه على أجيال المستقبل، بحضور وزير البيئة وكالة الدكتور جاسم الفلاحي وعدد من المدراء العامين في الوزارة وممثلي عن هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة التربية وأساتذة وأكاديميين من كليات الإعلام في الجامعات العراقية. واحدة من أهم الأمور اللي نركز عليها هو رفع مستوى الوعي، خصوصا ونحن نواجه تحديات بيئية جدية، موضوعات التغيرات المناخية، تدهور الأراضي، جفاف، قلة الإيرادات المائية، التركيز على البيئات المجتمعية، مساهمة المجتمعية، خصوصا تركيز على البيئة المدرسية، البيئة الجامعية، الانفتاح على الجامعات، على القنوات الفضائية، وسائل الإعلام، القامات الاجتماعية والدينية والأكاديمية. بصراحة هذه واحدة من أهم الركائز اللي تعمل عليها وزارة البيئة. حددنا الكثير من التوصيات سيتم المناقشة عنها لنستثمر هذه الوجود ولنؤكد ونفعل هذه اللجنة الخاصة بموضوع التثقيف حول التشجير وتقليل من خطورة التصحر المصاحب في نواحي أراضي العراق. وأكد الحاضرون في الاجتماع على أن مؤسسات الدولة والقطاع العام والمواطن معنيين بالدرجة الأولى في الاهتمام بموضوع التشجير لكي تكون شريكة في تحقيق هذه الأهداف، والدور الكبير لوسائل الإعلام في زيادة التوعية والتثقيف حول هذا الموضوع. التثقيف بالتشجير تساهم بها المؤسسات الأكاديمية، الجامعات، وسائل الإعلام. أيضا في التوصيات راح نسلط الضوء على ضرورة أن يكون دور لوسائل الإعلام وخاصة الفضائيات في أن يكون وقت مستقطع بشكل دائم تلزمهم بشبكة الاتصالات بأن يكون في كل قناة فضائية
توعية بضرورة مساهمة المواطن بالتشجير. هذه اللجنة بها عدة ممثلين من الوزارات، الهدف منها هو توعية أغلب المؤسسات الحكومية على زيادة المساحات الخضراء والتشجير لتقليل التصحر الحاصل والحد من ظاهرة الغبار والعواصف الغبارية اللي أتت في الآونة الأخيرة. هذه اللجنة انبثقت منها عدة محاور سوف يتم مفاتحة جميع وزارات الدولة لغرض المشاركة وإضافة أعضاء جدد لأهميتهم في هذه اللجنة. ويبقى الجزء الأكبر من مسؤولية الفرد تجاه المجتمع هو الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث البيئي عبر العديد من الوسائل وأهمها التشجير، لا سيما مع التغير المستمر في المناخ عالميا بشكل عام وفي العراق بشكل خاص. فمن المهم زيادة المساحات الخضراء حيث أن ذلك يعد واجبا إنسانيا مهما للحفاظ على الأرض والتربة والمناخ بشكل عام. البطاريات لها أضرار على المدى البعيد والقريب على صحة الإنسان وتلوث المياه. علينا التعامل بحذر مع البطاريات والتخلص منها بشكل سليم. كل بطارية تحتوي على غراما من الزئبق يكفي لتلويث 400 لتر من الماء. البطاريات الفارغة عندما تبقى في البيت تصبح عرضة للعب الأطفال، ووضعها في الفم أو بلعها يسبب تهيجا حادا في الفم والحلق ودوار وقيء الدم والإسهال. أي احتكاك مباشر مع العين يؤدي إلى العمى. إعادة تدوير البطاريات هام جدا للحد من التلوث، والأهم جمعها وفرزها بعيدا عن النفايات المنزلية. تحت شعار العلوم الإنسانية والاجتماعية بين التأصيل والتغيير والإبداع، وبمشاركة العديد من الباحثين والأكاديميين، أقامت وزارة البيئة وبالتعاون طبعا مع الأكاديمية الأمريكية للتعليم العالي والتدريب المؤتمر العلمي التاسع، وهذا لبيان أهمية الدراسات والبحوث الأكاديمية التي تخص الجانب الإنساني والبيئي. تفاصيل كثيرة راح نشاهدها في سياق التقرير الآتي. أهمية اعتماد البحث العلمي والتكنولوجي كركيزة أساسية للعمل المشترك مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، هذا ما تؤكد عليه وزارة البيئة كونها أحد المحاور الشاملة التي أدرجها العراق ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا ليكون المؤتمر العلمي التاسع الذي أقامته وزارة البيئة بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية للتعليم العالي والتدريب معززا للنهج التشاركي والجهد الأكاديمي. نحن كوزارة بيئة عراقية متمثلة بدائرة التوعية والإعلام أكيد نحن نهتم جدا بتعزيز الجانب الأكاديمي الخاص بالبحوث العلمية للجامعات العراقية الخاصة بالمفاهيم الإنسانية والمجتمعية، وأن الشراكة ما بين التوعية البيئية والمفاهيم الإنسانية كليهما يصبان في مصلحة تحسين ثقافة المجتمع وتحسين ثقافة الفرد العراقي. لذلك نحن نجد أنفسنا كوزارة بيئة شركاء لكل مؤسسات الدولة التي تعمل، ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية التي تعنى بالثقافة، نحن شركاء نهتم بهذا الموضوع. هذا المؤتمر هو أولاً إحنا كأكاديمية أول مرة نعقد مؤتمر حضوري في بغداد، إحنا مؤتمراتنا دائماً أونلاين، لكن المؤتمر الحضوري وفي نفس الوقت ينقل مباشر أونلاين. الآن الأخوة الباحثين في كل العالم في الوطن العربي وبقية العالم يتابعون الأحداث. واستمرت فعاليات المؤتمر 3 أيام ضمن جلسات عمل صباحية ومسائية نوقشت خلالها بحوث وأوراق عمل من جامعات ومعاهد ووزارات ومؤسسات حكومية عراقية وجامعات وباحثين من دول عربية ودولية، تناولت مواضيع مختلفة يشمل بعضها التغيرات المناخية وأزمة المياه والتنمية المستدامة وأهم القضايا البيئية. الغاية من المؤتمر هو إعداد البحوث العلمية الأصيلة والإنسانية من أجل إخراج مجموعة من التوصيات اللي تفيد العراق والوطن العربي. الدراسات بعض من عندها حضورية راح تكون اليوم مناقشة بجلسة
الثانية بعد هذه الجلسة الافتتاحية، والأخرى حتكون أونلاين اليوم مباشر، يعني 3 أيام راح تكون أونلاين، يوم غد وبعد غد. تعزيز الجانب الأكاديمي الخاص بالدراسات والبحوث الأكاديمية والشراكة بين التوعية البيئية والمفاهيم الإنسانية أمراً ضرورياً لأهمية المعرفة العلمية التي تمكن من التعامل مع القضايا البيئية بصورة شاملة وتطبيقاتها واستخداماتها في المجتمع من الناحية النظرية والعملية، وإشاعة الثقافة البيئية الضرورية لخلق واقع بيئي سليم. الابتعاد عن ظاهرة حرق النفايات دليل حفاظك على بيئة نقية خالية من الملوثات. حرق النفايات يصدر غازات سامة تضر بالبيئة والصحة العامة. إن التخلص من المخلفات الصناعية بصورة سليمة وصديقة للبيئة دليل وعيك وحرصك في المحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات. المشاركة في حملات التنظيف في مدينتك دليل حرصك وانتمائك للوطن. تراكم النفايات يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية كبيرة، لنعمل على التخلص منها بطرق سليمة واستعادة بيئة صحية، لنتعاون جميعا من أجل بيئة صحية لأطفالنا. حرق النفايات ظاهرة تصدر عنها غازات ديوكسين السامة التي تضر بالبيئة والصحة العامة، والابتعاد عنها دليل حفاظك على بيئة خالية من الملوثات. الآن مع الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. نظمت مديرية بيئة نينوى جولة رقابية على المصادر المائية في مدينة الموصل لغرض التأكد من صلاحيتها وخلوها من التلوث. مدير بيئة نينوى خالدة محمود صالح قالت أنه تم سحب نماذج المياه في المناطق القريبة من المصبات وكذلك النقاط الثابتة على نهر دجلة لغرض إخضاعها للفحوصات المختبرية البيئية والتأكد من صلاحية استخدامها، مشيرة إلى أخذ نماذج من وحدة تصفية محطة مياه منطقة الدندان في الجانب الأيمن من الموصل لنفس الغرض، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشهرية لوزارة البيئة لمراقبة ومتابعة المصادر المائية والتأكد من خلوها من أي ملوثات. أنذرت مديرية بيئة بغداد 3 معامل لإنتاج الأسفلت في منطقة جرف النداف، وذلك لعدم التزامهم بالضوابط والتعليمات البيئية. وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط الدكتور شاكر أحمد الحاج أنه تم تسليم الإنذارات بحق هذه المعامل لمخالفة قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، مبينا أنه تم توجيه إنذار إلى مجمع ماء العمار الجديد لعدم التزامه بتوفير حوض تغطيز، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم حفاظا على صحة وبيئة المواطن العراقي.
نفذت فرق مديريات بيئة المثنى حملة توعية بيئية وصحية لأصحاب محل بيع اللحوم بعد ظهور إصابات جديدة مشتبه بها من مرض الحمى النصفية في المحافظة. قال مدير بيئة المثنى يوسف السوادي إن الهدف من هذه الحملات هو لزيادة الوعي البيئي والصحي وتكثيف التوعية بمخاطر مرض الحمى النصفية بين القصابين. أضاف إن الحملة شملت توزيع الفولدرات الخاصة بكيفية التعامل مع الحيوانات قبل وأثناء وبعد عملية الذبح، وضرورة أن تكون عملية الذبح تحت إشراف الطبيب البيطري المختص وفي المجازر المجازة والنظامية حصرا تجنبا للإصابة بهذا المرض. قامت الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة البصرة بإجراء كشف بيئي في كلية الهندسة بجامعة البصرة لبيان مدى التزامها بالمحددات البيئية الصادرة من الوزارة. وأكد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية الدكتور وليد الموسوي أن الكشف البيئي شمل مختبرات الفحوصات الهندسية والكيمياء الفيزيائية والوحدات الصناعية ومحطة أبحاث المياه ومخزن المواد الكيماوية، مشيرا إلى أن الفريق قدم مجموعة من التوصيات أهمها توفير وحدة معالجة وضرورة تزويد وزارة البيئة بجرد شهريا بالمواد الكيماوية الموجودة وخاصة المواد التالفة والمواد المنتهية الصلاحية، وأهمية استحصال الموافقات البيئية بحسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. نفذت فرق مديرية بيئة كربلاء المقدسة حملات موسعة للتوعية البيئية والصحية لرفع الثقافة والوعي بين عموم المواطنين. مدير بيئة كربلاء المقدسة حمد عبيد بين أن حملة التوعية تعد إحدى وسائل تغيير الاستراتيجية في المجتمعات وإيصال الرسائل التثقيفية لشرائح المجتمع كافة، مضيفا أنه تم تنفيذ حملة مشتركة مع قطاعات الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة، تضمنت محاضرات مهمة تؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات وضرورة التقيد بالمعايير الصحية. وتم توزيع الفولدرات التوعوية وإيصال الرسائل البيئية لبيان ضرورة الحفاظ على البيئة من الملوثات وزيادة المساحات الخضراء وكيفية استخدام الطاقة النظيفة المتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. استجابت مديرية بيئة بغداد لشكاوى أهالي منطقة حي القاهرة الدلفية والإصلاخ بخصوص قيام البعض باستغلال الدور في تربية وإيواء الأغنام والمواشي وممارسة الرعي والجزر العشوائي. وقام فريق من المديرية من التأكد والتحري عن هذه الدور، وتم إبلاغهم بإزالة هذه المخالفات وإخلاء الدور من الحيوانات، وسيتم إعادة الكشف بعد أسبوعين ومفاتحة الدائرة البلدية لاتخاذ اللازم. يدا بيد لنعمل جميعا من أجل النهوض ببيئتنا. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، كنت معكم غفران حسن، إلى اللقاء.